السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في عدد اليوم من حصتكم خدام رجال. اليوم عاود جبتكم للنجارة. النجارة هذه فيها عدة تخصصات، والتخصص اللي جبته لكم اليوم هو تخصص ليكويزين إيكيبي. راح نشوفوا كيفاش يخدموا المطابخ، نشوفوا واش من بوا يخدموا به، واش هما الماشينات اللي يخدموا بهم. حنتعرفوا أكثر على هذه المهنة، تابعوا معي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونكم؟ يوسف واش راك؟ لاباس. لاباس. مرحبا بكم. والله غير الصحة بخير. ربي يحفظك. الحمد لله. يوسف جينا نتعرفوا اليوم على المهنة تاعكم. بون النجارة هذه راهي غير زيد توسع، ولات يعني عالم كبير، يعني نشوفوا فيها يخدموها تسمى شغل، خرجوا بزاف خدمات جدد في النجارة. أنتم خيرتوا يعني التخصص تاع المطابخ العصرية ليكويزين إيكيبي. كيفاش دخلتوا في هذا الدومين؟ شوف احنا بحكم نتابعوا بزاف مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، دوك الناس كامل راهي تشوف، راهو العالم راهو نافذة صغيرة، الناس كامل راهي تشوف جديد وكامل. ثم حنايا بحكم عندنا تخصص في الديكور وكامل، دخلنا في الدومين هذايا باش الناس واش تشوف نجمو نابليكيو لها. انت يعني كيف خيرتو؟ عجبك كله؟ عجبني، وكنت في الدومين تاع الديسان من قبل، ثم بقى الدون هذا بقيت نتبع فيه. اوكي. ثم شغل خاصه المطابخ العصريه لازم شغل فيها شويه لمسه ابداعيه، فيها حسابات وكذا من هنايا. قول لي ليطاب الاولانيه كيفاش تكون؟ ليطاب الاولانيه نروحوا يعيطوا لنا لي كليون، نروحوا نقيسوا نديروا لي ميزير سي بلاص، خاطر الكويزين كامل سي ميزير ماشي ستوندار. ومن بعد كانت ابرين من دولهم ديال كاش كوزينه تشبه لاخوتها، كل وحده قياس تاعها، كل وحده وبالك الكليون واش راه حاب، كل واحد كليون واش حاب، بالك البيبان نقول لك زوج هنا زوج هنا، كل واحد يطلعوا البيبان يحبهم يحطوا كل واحد كيفاش. ثم ابرين من دولهم الدوفي، مود ندير لهم ان شيما صغير، ندير لهم كونسيبسيون 3 دي، ومن بعد نجيو ندوق لاتيلي. لاتيلي نفصلوا لاكويزين كمرحله اولى، ما دي نروحوا للتقطاع كما تشوفوا فينا نخدموا دركا. طيب يا نتكلوا على ربي. نتكلوا على ربي. هيا بسم الله. بسم الله. يوسف شفنا ليطاب تاع التقطاع، دوكا كاين ايطاب موراها. كاين ايطاب موراها هي البلاكي والشون. عندنا بلاكيز دي شون هاي. ايه وشنو كيفاش بلاكي شون؟ الشون هو هذا ستان شون بي في سي، نديروه باش هادو الحواف هادو كامل نغلفوه. هذه كاينه ماشينه سبيسيال باش الماء ما يدخلش لجدا، اسمها بروتيكسيون. بروتيكسيون البانو تاعنا. طري بيان. اسمها هذا عنده ماشينه سبيسيال. عنده ماشينه سبيسيال. هي الاصل في الخدمه هذيك. المعروف انه المهنه تاع النجاره فيها لي ريسك، حاجه لي ماشين لي ماشين شغل كبار، و ثم لازم تقطع، لازم تدار كونسونتراسيون. اه كونسونتريش راح كلش يعني شغل. بالك انت شحال عندك خبره في الميدان؟ انا ما عنديش خبره كبيره، عندي عامين ونص في الميدان هذا. بصح بالك لقيت مع عباد اللي صرا لهم دي زاكسيدون سيتو في لي ماشين. كاين واحد الماشينات لا توبي. ايه لا توبي. لا توبي هي اللي قطعت كاع صباعتي. هذه شويه الاخرى هي اللي فيها. واسمها هذه؟ هذا سي سيركيلار كبير. طري بيان. طري بيان. طري بيان. نروحوا نشوفوا لي طاب دوزيام. انت كلور. لا بريمير طاب كي نوصلوا لماشين هذيا. نريكليو على لاريبل تاعنا على حساب ليبيسور تاع البانو اللي عندنا. كيما حنا خدمو بانو تاع 16 ملم، نريكليوها 16 ملم. تخدم باللصقة هادي ولا؟ كاين لاكور سبيسيال.
يوسف قبل ما نروحوا ليطاب ليمور هذه راني حاب نعرف هذا اللي كنا هذا الرولو هو اللي كان يلصق في هو اللي كان يلصق في البان في البان في البان تاع تاع راني نشوف باللي كاين بزاف الوان ايه دوكا كل بانو حنا عندنا لي بانو فيهم المات والبريون وشاكان عنده لا كولور تاعو وكل واحد له الشون تاعو تسمى البلون عنده فيه البلون بريون ومات فيه شون بريون فيه شون مات اوكي هذا ماتير بي في سي بي في سي بي في سي تري بيان قل لي البوا دائما يقول لك سورتو كوزينه كوزينه نعرفوا انه الماء الغسيل كذا شغل هي البلاصه اللي فيها بزاف الماء في الدار صح 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 شغل الحطب اللي تخدموا به احنا نخدموا لا كاركاس بالام دي اف والميلامين ونخدموا لافاس هو ام دي اف اون بلاكي بي في سي بواروج هادو ولا لا 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 بواروج في المود في لونسيان لونسيان كان فيرني وكامل هذا في البانو بانو بلاكي ما فيهمش ما كاش متسحقش فيرني وكامل دونك بكري كانوا يخدموا الشون بالحديد يعني كان هذا الشون ماشي بي في سي هذا بي في سي بلاستيك وكان بكري تجي تاع البابي ويخدموا بالحديد تسمى كان يدخل ليه الماء اوتوماتيكمون كي يدخل الماء يغونفلي بيان سور يغونفلي الحطب مع الماء الحطب مع الماء دوكا لا دوكا مع هذا مع لا ماشين هذه يعني ما شاء الله هي اللي تعاون بزاف فينا يعني هي البروتيكسيون الاولى للخدمه تاعنا تسمى تكون تمرض هذه لا ماشين راح كلش تروح الخدمه تروح الخدمه كامل تسمى شغل بلاكي وبي في سي بروتيجي كاع ايتيك كامل تخدم بالماء عادي تخدم عادي ميم دو كام كاين دي بوني اون كاستري ثاني كوما اللي حيزيد بروتيجيو اكثر يجو الومنيوم هما يبروتيجيو اكثر تما بكري اللي كان يخاف من الام دي اف بصح انا نشوفو بلي بزاف ناس عاود ولات تستعملها تما لقاو لها البروتيكسيون تاعها اللي ولات الناس ليها لا لو موند اونتي راهو مع الدومين هذا خلاص صح صح المطابخ العصريه هادو دوكا بون الحطب قطعناه لصقنا له البروتيكسيون تاعو ودوكا لي طاب لي مورا لي طاب مورا ناسومبليوه ناسومبليوه هاي طريبي انا راح ناسومبليوه انا كيما هذو لي كيسون تاع التحت يعني اللي تجو لتحت اللي يجي فوقهم تجي فوقهم الرخامه اوكي هما كاين لي نورم نخدموا اليوم حنايا دوكا لا بلانت اللي فيها 15 سنتيم تسمى لي بي تاع 15 وحنا البوطاجي نخدموا سولون الاخرين اكثر ميناجي عندنا لا ماشينا لافي دوكا جينيرالمون يديروها في لا كويزين وعندنا لا فيسيل تسمى نتبعوا على حسابهم لاوتور تاعهم هما 85 دونك لازم الاخر تاعنا يكون 85 قريب يا باش كي تدخل ما يكونش كاين فيل يكون جو يكونوا كاع يكون كامل نيفو نيفو واحد يكون كامل نيفو واحد صح نبداو نبداو يوسف واش نديرو دوكا دوكا حنا دوكا كي نكملو لاسومبليو تبقى عفايس تاع القجار ولا فاس ولي بواني وكامل ومن بعد كي تصيب لا فينيسيون تاع لا كويزين في لاتيلي تاعنا تما مازال ايطاب واحد اخرى مازال كاين ايطاب نروحو سير شونتي عندنا لا كويزين نروح عندنا مونتاج نتوما اللي تمونطيوها حنا اللي نمونطيوها عندنا ايكيب تاع مونتاج كاين لا كويزين راح نشوفوها تحب دوكا راهم يمونطيو تما راهم يمونطيو تما بون حسام كيما كنا نحكوا في لاتيلي يعني كل موديل على حسب الكليون يحب الخدمه هذيك كل واحد اللون اللي يحبو كل واحد الموديل كل واحد واش حاب يدير اكسسوار فيها يعني هي لابار تاع البري على حسب الاكسسوار على حسب الحجم تاع الكوزينه تما قد ما يزيدوا لي زاكسسوار اوتوماتيكمون قد ما يزيد قد ما ينقصوا ينقص اوتوماتيكمون كل واحد زعما المقدور تاعو كل واحد البيجي تاعو كيما هذه راهي كبيره بارابول لي كويزين تاع ستوندار هذه راهي كبيره واش مازال فيها هذه يوسف مازال فيها ريكلاج مازال فيها مونطور اكسسوار مازال فيها الرخامه تاعها مازال فيها الفايونس في الوسط ومازال مازال مازال لاوت تاعها مازال لاك ليكليراج مازال ليكليراج تاعها مازال ما داش
لا ما شاء الله يا اخويا، يعني هكا صادي بون راهي في القطر 80%. يوسف بارك الله فيك، يعطيك الصحه، انا عجبتني خدمه بالبزاف. الله يكرمك خويا، ان شاء الله المشاهدين تكون ثاني عجبتهم الخدمه. انا اقول لكم دائما خدام رجال سيدهم، ونقول لكم تلاقاو السنه الجايه ان شاء الله. تهلاو لي في روحكم، والسلام عليكم.